حياكم الله في حديث شمس، وحديثنا اليوم من العاصمة أبوظبي وفي الكونغرس العالمي للإعلام مع الإعلامي القدير محمد الملا، ومهندس وإعلامي ورئيس شبكة ديوان الملا. يا هلا ومرحبا فيك. يا حياك الله عبد الله، وأنا أتشرف اليوم أكون معاك مع محاور شاب، نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله يوم من الأيام سوف نأتي إليك نطالب بموعد لمقابلتك والتشرف في لقائنا. أستاذ محمد، يعني ما شاء الله عليك، أنت قامة إعلامية كبيرة. عفو، طالبك تعلم منك. وأنا من أشد محبين برنامج ديوان الملا، خاصة النجاح الكبير اللي حقق البرنامج في معرض جايتكس. الحمد لله. يعطيك ألف عافية. كيف كانت البداية أستاذ محمد؟ أي بداية؟ بداياتي كثيرة ترى في حياتي، مراحل كثيرة. بداية الهندسة وبعدين الإعلام. الهندسة قصة طويلة، يعني تخلص الثانوية تختار المجال اللي تحبه. كان عندي حلم أن أكون دكتور وجراحة قلب، كنت أيام الثانوية بصير دكتور، لكن في بعض الأحيان هناك ما هو مكتوب أن تتجه إلى اتجاه آخر، وكانت الهندسة. أنهينا الهندسة، ثم بدأنا كأي مهندس يعمل في مجال الحكومة، ودخلنا الإعلام من باب الصدفة. وقد تكون الصدفة في حياتي كثيرة، فهناك مطبات دائما نتوكل على الله، فإذا أنت تتجه إلى اتجاه آخر. الصدفة حلوة معي ترى لحد الآن، توديني اتجاهات جميلة. فأحد الصدف أن اتجهت إلى الإعلام، وصلنا الإعلام هواية وليست عمل بالنسبة لي، أستمتع فيها. كل ما زادت الضغوط النفسية أجد تفريغ نشاط وتفريغ ما أرى وما أحمل من أفكار عبر برنامجي البسيط ديوان الملا، اللي انطلق من 2017 تفرغ كامل. للعلم للجميع الذي رفنا، في 2017 بعد استقالتي من تلفزيون الشاهد قررت ألا أعود إلى الإعلام بتاتا، وابتعد كاملا على الإعلام وتفرغ لأمور التجارية والخاصة. بعد سفرة طويلة والعودة في شهر 9 2017 تأتي الصدفة مرة أخرى، والإصرار الداخلي، وأن تكون إعلامي ليس بيديك أن تستقيل، إنما هو الدافع للحنين. الإعلام يجعلك هو من يخلق الإنسان. فاتجهت مباشرة في صدفة أخرى إلى فكرة في 2017، وكنا البادئين فيها منصة شبكة ديوان الملا. الكثير راهن على فشل هذه التجربة، لكن بعد مرور أكثر من 7 سنوات الآن، داشين في السنة السابعة، أثبتت أن الفكرة ناجحة. وفي دعم، وأنا أتوجه بالدعم والشكر أولا وأخيرا لمن دعموني لتنجح شبكة ديوان الملا، ليس لي محمد الملا، ولكن أسرتي، تبدأ من زوجتي وأولادي اللي وجهوني، وعضيدي ولدي عبد الله اللي هو عشق الإعلام فأصبح هو مستشاري، والأسرة هي من أوصلتني إلى بدايات النجاح. فأتمنى يتحقق الحلم الأخير قبل أن نعتزل الإعلام. ممكن نعرف شو الحلم الأخير ولا؟ الحلم الأخير أن تصبح منصة ديوان الملا من أكبر شبكات الإعلامية، ولكن تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى شباب يعملون بفكرك مثل فكرك أخوي عبد الله. هذه أنت عالمكم الآن، القيادة، القيادة أن تستمرون في الإعلام. ترى الإعلام فيها محطات إحباط وفيها فشل، لكن الإعلام الناجح من يثبت وجهة نظره ويصل إلى القمة. وإذا وصلت القمة أعرف أنك كنت أنت الآن إذا إعلام ناجح هي البداية. لو نرجع شوي للخلف ل 2017، شو اللي ألهمك للعودة مرة أخرى؟ الحنين، الحنين والمطبات السياسية. في بعض الأحيان أنا من نوع اللي لا أحب أسكت عن الغلط، ما بأشوف الغلط، خاصة عن في وطني وفي المنطقة الخليجية والعربية. هناك أعداء لأمتك العربية والإسلامية، هناك مخططات من قبل تنظيمات كبير تستهدف أمنك، تستهدف بيتك، وتستهدف أسرتك، وتستهدف مجتمعك. الوطن هو أغلى شيء للإنسان، حتى لو كان في منطقة بسيطة وفقيرة، لكن يعتبر وطن،
هو الحياة، الوطن هو الوطن، هو الحياة اللي يعيش فيها الإنسان بكرامته حتى لو كان فقير. تهديدات على وطننا وأمتنا العربية تستنهضك أنك تعمل. أنت في منذ 2011 أنت في حرب إعلامية كبيرة تستهدف الشباب والوطن والمجتمعات، وأنا أسمع وأتابع الأخبار خلال فترة شهرين اللي هي اعتبرتها إجازة لي. هذا الاندفاع القوي هو اللي خلاني أعيش تجربة منصة ديوان الملا في 2017. طلقت منها، تكلمنا وقدمنا ما إلى رؤية لشبابنا كيف يحاربون الفكر، نكشف لهم مخططات، نكشف التيار الديني المتطرف، كل فكر متطرف يضر بلدك نكشفه، ونكشفه من خلال لقاءاتنا، من خلال رسائلنا. ونجحت التجربة لحد الآن. هناك مطبات، نعم هناك فشل وهناك نجاح، لكن صدقني الإعلامي هو جندي. إذا لم تضع بالك أنك جندي للدفاع عن وطنك، مثل ما هي وجود وزارة الدفاع وقوات جوية وقوات برية وما ذاك، هو الإعلامي حتى لو عبر منصات والبودكاست والأمور هذه كلها، أنت مدافع شرس عن وطنك من خلال الكلمة ومن خلال الإعلام تدافع عن وطنك. واليوم الحرب ما تحصل في العالم اليوم هي حرب إعلامية. إذا أنتوا كشباب وطن، وإحنا بكل المنتديات نقول ادعموا الشباب الخليجي، ادعموا المواطن، وفروا له كل ما يريد حتى لو كان يبي فلوس أعطوه. هو أنت تقعد سنوات تدرب جندي بمجال متطور، اليوم الإعلامي يتطلب أن يتم تدريبه وتجهيزه للدفاع عن وطنه، وهذا دوركم كشباب الآن. صحيح. تقعد تتكلم أستاذ محمد، يا خطر في بالي هذا السؤال، كيف ممكن أو ما هو دور هذه المنتديات في دعم الشباب برأيك؟ نحن في الإمارات محظوظين جدا أن هناك أكثر عن منتدى يخص الإعلام ويخص الاتصال الحكومي، مثل منتدى الشارقة الاتصال الحكومي، منتدى الإعلام العربي، وحاليا نحن في الكونغرس العالمي للإعلام. فبرأيك ما هو دور هذه المنتديات في تعزيز أو في نقل الصورة الإعلامية للشباب؟ الله يهنيكم، عندكم قيادة حكيمة رأس الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله. تملكون فكر حق 50 سنة قادمة، ومن أحد أدوات الاستثمار في الشباب يعني الشيخ زايد رحمة الله عليه أعطاكم فكرة الاستثمار في الشباب، والأهم الاستثمار في التعليم. لو تشوف مو درجة دولة الإمارات، ما هي الفرق بين الإمارات وباقي الدول الأخرى في العالم، تجد أنها هي رقم واحد في التعليم، في مخرجات التعليم. مش محمد الملا يقولها مجاملة لك ولوطنك، لا، هذا الواقع والأرقام التي تتكلم أن التعليم رقم واحد، ثم الاستثمار في المواطن الإماراتي، ثم الاستثمار بكل أدوات النجاح في الابتكار والإبداع. اليوم الإمارات تملك أكثر وأكبر المنتديات الإعلامية الموجودة الآن، منتدى الإعلام العربي، الكونغرس، بكل منتدياتكم، منتدى الاتصال الحكومي بالشارجة، كل منتدياتكم هناك هدف ترسمه الدولة لخلق إعلاميين. أمس كنا في ترندز الاستشارات، شباب يتكلمون باللغة الإنجليزية والعربية وبعض اللغات، يتكلمون إعلام. أنت حضرتك جدامي إعلامي مرات، اليوم أجد اليوم إعلاميين من الشباب، وعندكم إعلاميين كبار اليوم يتكلمون، وتنمية إعلامية كبرى. دولة الإمارات هي أحدى القوى الناعمة اللي تملك قوة إعلامية حدواتها القوة الإعلامية التي تساند القوة الدبلوماسية والرؤية السياسية. عندكم إعلاميين اليوم أنتم على خطة العلا، أنا أتوقع خلال السنوات، لن أقول السنوات القادمة، أقول خلال سنتين لن ينافس أحد دولة الإمارات في الإعلام. برأيك أستاذ محمد، ما هو دور القوة الناعمة في نقل رسائل الحكومات؟ القوة الناعمة هي أدوات الإعلام. ما عندك إعلام، ما عندك وزارة الدفاع. الدولة التي لا تملك إعلام ولا إعلاميين هي مكشوفة أن تضرب في مجتمعها. بكل بساطة يدخل الفكر من خلال أجهزة التليفون.
الفكر المتطرف يدش من خلال التلفزيونات، من خلال الستلايت، من خلال التليفون، كل منصات التواصل الاجتماعي. إذا ما عندك إعلام شو بتسوي؟ من سيتكلم باسمك؟ تؤجر مرتزقة إعلاميين ليتكلمون اليوم معك، وعندما يختلفون معك على المبلغ أول ما تضرب أنت هناك ارتزاق إعلام، هناك من يمولون المرتزقة الإعلامية وهم أخطر حتى من المرتزقة على أرض المعركة. برأيك كيف ترى واقع الإعلام العربي في الوقت الحالي؟ حكون صريح معك، وهذا الكلام أنا قلته في منتدى الإعلام في دبي العربي، وأنا صريح، لا يوجد إعلام عربي، يوجد إعلام خليجي، وأنا عنصري في هذا الكلام. نعم، ابحث عن كل القنوات الإعلامية الكبرى، أين ستجدها؟ في المملكة العربية السعودية وفي أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه القوتين نعمت في دول. سكاي نيوز، اسمح لي نذكر قنوات العربية، الأم بي سي، المشهد، الشرق، وين موجودة هذه؟ عربية، وين موجودة؟ موجودة في دول الخليج، الباقي يتبعك. حتى الإعلاميين المتميزين من إخواننا العرب يلتحقون بهذه القنوات. والجميل أن المذيع أو الإعلامي العربي الكبير يأتي يدرب شبابنا ونتعلم منه ويتعلم منا، فسوف نخلق قوة ناعمة هي أصل متواجدة وهي الحصن الأصلي. أين الضعف؟ الضعف موجود في منصات التواصل الاجتماعي، لحد الآن لا توجد رؤية في منصات التواصل الاجتماعي. البودكاست هو أحد أدوات منصات التواصل الممتازة لتنقل رؤية، هناك التويتر، هناك التيك توك، هناك كثير من القنوات. يجب تدريب، يجب أن نخرج عن المألوف، ويجب تدريب شبابنا ليكونوا مغردين ومؤثرين مثل ما يستخدمها التيار الآخر. أنت اليوم دورك خلق مؤثرين يتأثرون بك بالشباب لنقل رؤية الدولة. يجب أن يتسمع القنوات التقليدية الحكومية أو الخاصة مع المؤثرين ومنصات التواصل، وصدقني حتخلق حماية لمجتمعك، وتخلق من الشباب من يتبع رؤية الحكومة التي دائما تستهدف مصلحة شعوبها. هل أنت متفائل بمستقبل الإعلام؟ من فينا ما متفائل؟ أنت متفائل؟ جاوبني، أنت متفائل؟ يلا أنت إعلامي، أنا أوجه لك السؤال، في وضع أنت وجودك اليوم في الكونغرس الإعلامي مش متفائل؟ من الناحية خلينا نتكلم في دولة الإمارات، نعم أنا متفائل. على سؤالي، جاوبنا، تطلع عن السؤال، جاوبتك، سألتك، متفائل؟ أنا متفائل. لا أنت مو متفائل، من رسمة الوجه غير متفائل. إذا كنت غير متفائل بين لي ليش مو متفائل حتى أقنعك أنك تتفائل. هناك دول لا تملك ما تملكه أنت اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما كنا ننادي فيكم بدعم الشباب، تحقق اليوم، أنت واحد منهم قاعد يدعمونك اليوم. صحيح، خاصة تبي يأتيك الإعلام على طبق فاضي تفضل لك الفاكتك. الإعلام حرب، الإعلام يجب أن تدرس نفسك، تتعب كيف تحرر، لا تعتمد على الإعداد، أنت تثقف نفسك، أنت عندك أدوات. وتأتيني اليوم وتقول لي غير متفائل، علم شي يسوي الثاني اللي غير ما يملك أي أدوات ويحارب في وطنك إعلامه ويدعم الإعلام الغير المواطن. أنت اليوم دولتك عندها سياسة اللي دعمكم كنتوا كشباب، لا ترسم الإحباط، بل حارب للوصول أن تكون إعلامي رقم واحد. ارسم سياستك، ادعم دولتك، تليفونك إعلام، مش محتاج هذا الاستديو، اطلع وصير مؤثر، الكل سيتابعك. هنا يأتي السؤال الأخير، نصيحة توجهها لصناع المحتوى، صناع المحتوى الإعلامي بشكل عام. ارتقوا يا أخي، استحي على وجوهكم للبعض، هذه رسالة أقولها للبعض وليس للمؤثرين الإيجابيين أو صناع المحتوى الراقي. أنا أوجه رسالتي السلبية إلى صناع المحتوى، عيب عيب، تزرع ثقافة لأن متابعينك مراهقين من 8 إلى 16 سنة. عيب تزرع ثقافات بعيدة عن دينك. عيب تزرع ثقافات بعيدة عن توجهات وطنك. عيب أن تكون مرتزق، عيب أن تكون ترسم سياسات
تخالف تقاليدك وعاداتك اللي تربينا عليها من الآباء والأجداد حتى لنصل ما وصلنا إليه إلى الأخير. قال الشيخ محمد بن زايد: قبيلتك وطنك، قبيلتك الإمارات، وأنا أقول لك قبيلتي الوطن العربي. الوطن العربي مستهدف، هبوا يا شباب للدفاع عن وطنكم من خلال منصاتكم وهذا الميكروفون. أنا على يقين يسمعنا الكثيرين، وعلى يقين ستشاهد من الكثيرين. إن لم يكن الإعلام واثق أن يزرع ثقافات جميلة ينقلها للأحفاد وننقلها للأبناء وينقلها وينقلها، سنصنع يوما ما إعلاما راقيا نخاطب فيه الدول نسميها الكبرى، ونحن دول كبرى الآن. وعلى هذه الطريق اليوم شوف العواصم، بعض العواصم الخليجية ترسم السياسات وتستشار، وحلقتك مش حلقة سياسية، ولا أقول لك بالمختصر افتخر في وطنك، فأنت اليوم إحدى الدول التي ترسم سياسات المنطقة. وأنا فخور جدا بهذا الحديث مع الإعلامي القدير الأستاذ محمد الملا، شكرا على حديثك في حديث شمس. أنا تشرفت فيك، شكرا لك، وأنا أتشرف بهذه الدعوة الكريمة، وشكرا لكل من معلك في الستاف، وأنكم سمحتوا لي أن يحاورني اليوم أحد مذيعين المستقبل. لا تحبط، ارفع راسك، أنت إماراتي، وتفائل وتفائل. مشكور أستاذ محمد.